القدرة لابد من القيام في الفرض. نعم إذا كان يستطيع. تكبيرة الإحرام. قول الله أكبر. نعم. هي قول الله أكبر. قراءة الفاتحة. لابد أن يقرأ الفاتحة في الفريضة وفي النافلة وفي كل ركعة وفي السرية وفي الجهرية. ولا تسقط الفاتحة إلا إذا أدرك الإمام راكعا يكبر ويركع يدرك الركعة. والركوع وكذلك من أركان الصلاة الركوع، يعني أركان الصلاة ما تيجي ركوع بني، والرفع بعد الركوع ركوع بس يوقف بني أركان الصلاة، السجود على الله السبعة يعني سات أنك ما تيجي سلطة قبل بني أركان، السجدة الأولى والسجدة الثانية أركان، فإذا سلطة دوس سلطة يركن. والرفع من الركوع من السجود والجلسة بين السجدتين والطمأنينة. ما معنى كيف نحقق الطمأنينة؟ يحقق الطمأنينة بأن يأتي بالذكر الواجب في كل ركن من أركان، يعني في الغالب عندما يقول في السجود سبحان ربي الأعلى في الغالب حقق الطمأنينة، يعني لا يستعجل بسرعة ينطر الصلاة. نعم أيضا الترتيب بين الأركان لابد يرتب. نعم والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية والتسليمة هذه أركان الصلاة واجبات الصلاة. جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، قلنا تكبيرة الإحرام ركن، أما تكبيرة الركوع تكبيرة السجود هذه من الواجبات. تكبيرة الإحرام ركن هو تكبيرة الإحرام يخلي رجلي بني تكبير النماذج الله أكبر ركوع بدر مسجد مالنا يسوي واجب. قول سبحان ربي العظيم في الركوع ركوع سبحان ربي العظيم برمو يواجب. قول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد ركوبتي سمي الله ولمن حمده برنو يا إمام برا مبتدي دكتي ماتي واجب. قول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم إمام برا مبتدي يا طبعا الجميع سمي ماتي سمي الله ولمن حمده بتي سمي الله ولمن ربنا ولك الحمد كسبتي ربنا ولك الحمد برنا ذوي. قول سمع الله لمن حمده إمام ومنفرد. ربنا ولك الحمد إمام منفرد مأموم كل الجميع سمي الله ولمن حمده إمام برا منفرد ماتي ذوي. ربنا ولك الحمد إمام منفرد مبتدي سوي ما تدري. نعم قول سبحان ربي الأعلى في السجود شريس الدماء سبحان ربي الأعلى قرن بني واجب شيء. قول رب اغفر لي بين السجدتين إذا صدق باسم رب اغفر لي قرن بني واجب شيء. التشهد الأول تشهد أول ما قصنا واجب شيء. والجلوس له هذه واجبات الصلاة واجبات الصلاة والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.